اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي القنوات الرياضيه السعوديه. يوم جديد، حلقه اخرى من برنامجكم سبورت سنتر، اللي دائما نقول في هالبرنامج نناقش ارقام، نفصل احداث، نواكب كل ما تخطون عبر وسائل التواصل المختلفه. دائما ننتظر تفاعلكم عبر هاشتاج سبورت سنتر لكل تفاصيل محاورنا وما يطرح من خلالنا عبر هذه الساعه. فدائما اقول ايضا اهلا ومرحبا بكم في يوم اخر في برنامجكم سبورت سنتر. البداية زي ما شفتم أمس راح تكون إما بسؤال أو لغز. أمس كان عندنا التشكيلة، اليوم راح يكون عندنا سؤال عن دور 16 في كأس الملك، مباراة الليلة الاتحاد والجندل. فقط اكتب لنا تتوقع فوز الاتحاد أم تتوقع أن يتأهل الجندل. هذا كان البداية وهذا كان السؤال، ننتظر تفاعلكم عبر الهاشتاغ. لكن في البدايات دائما أرحب بشريكي في هذا البرنامج واللي راح يكون معانا هناك من لغة الأرقام ولغة وسائل التواصل، ثامر الفيز. ثامر، يا هلا وغلا فيك. حياك الله هاني، أرحب فيك. بلا شك مباريات مثيرة في بطولات مختلفة والتغطية مستمرة، وراح نبدأها في الأخبار الرياضية. نبدأها مع الخبر الأول، حيث أكد رئيس الاتحاد لؤي مشعبي أن تركيز الفريق ينصب نحو مواجهة الجندل اليوم الاثنين ضمن الدوري 16 من كأس الملك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. كما طالب اللاعبين بنسيان الديربي والتركيز على مباراة الجندل، مشيدا بالجماهير وتفاعلهم داخل وخارج الديار. تستهدف إدارة النصر زيادة مبيعات قمصان الفريق الأول في الأسواق العالمية، وأظهرت ورشة عمل التي عقدت السبت الماضي لتخطيط الإدارة الصفراء إلى زيادة مبيعاتها العالمية وتجاوز إيراداتها من السوق المحلي، كما تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير في التسويق الرياضي الدكتور مقبل بن جعيد. دكتور مقبل، أرحب فيك في سبورت سنتر. يا مرحبا، حياك الله أخوك الدكتور مقبل بن جعيد، وسعيد أن أكون معك. حياك الله دكتور مقبل، نحن كذلك سعداء. دكتور مقبل، اليوم هل أصبحت الشركات هي التي تبحث عن الأندية في الفترة الأخيرة؟ بلا شك انه انديتنا اصبحت محط انظار الجميع، من الاعلام ومن المتابعه الجماهيريه الكبيره، وهذا بلا شك انه حفز الشركات على انها تبحث عن التواجد في هالمنصه الكبيره. الدوري السعودي اليوم اصبح منصه قويه، منصه ظهور اعلامي فيها كبير جدا، والانديه السعوديه اليوم صارت يعني تضم نجوم عالميين، وهذا بلا شك انه جعل الشركات هي من يخطب ود الأندية وتبحث عن فرص. هل من الممكن دكتور مقبل نشاهد مثلا بعض الشركات الكبيرة جدا تدخل في مجال الرعاية في الأندية الفترة المقبلة؟ أنا أشوف أنه مسألة وقت. هي موجود بعض الشركات الكبيرة، وأنا أعرف أنه تقصد الشركات العالمية. صحيح. بيكون في تواجد في المستقبل القريب إن شاء الله. مهم جدا نطور منتجنا من خلال خليني أقول لك باكيجات تخص هالشركات وتواجدها، بمعنى أنه أستهدف أسواق أخرى بحكم أنه صار الدوري السعودي منقول في دول كثيرة. ففي تقنية يسمونها DBR، هذا خاصة للوحات الإلكترونية، وممكن أنه بعض الشركات العالمية اللي تستهدف سوقها مثلا ممكن تتواجد من خلال هالتقنيات عندك في السوق السعودي. الدوري السعودي جاذب لها. فاي انا اتوقع انه ان شاء الله مساله وقت، وراح تشوف الشركات العالميه اللي انا اشوفها موجوده اوريدي عندنا على فكره باذن الله. الدكتور مقبل بن جديع الخبير في التسويق الرياضي، سعدنا بك. وإلى الخبر الآخر، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الهلال البرازيلي رينان لودي أن إصابته التي تعرض لها في مباراة التعاون ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي بسيطة، وسيجري فحوصات طبية وسيتحدد على إثرها إذا ما كان في حاجة إلى علاج أو تأهيل قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر الجمعة المقبل في الديربي.
منح الألماني ماتياس ياسيل مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم راحة لجميع اللاعبين أمس الأحد على أن يعودوا إلى تدريباتهم الجماعية اليوم الاثنين، حيث يفتتح المدرب الألماني ملف مواجهة الديربي أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. فضل مدرب التعاون الأرجنتيني رودولفو روبارينا البقاء في الرياض حتى غدا الثلاثاء من أجل خوض مواجهة النصر ضمن الدور 16 من كأس الملك على ملعب الأول بارك، وجاء القرار التعاوني لتجنب الإرهاق بالذهاب إلى بريدة ثم العودة إلى الرياض مجددا. يخضع لاعب الاتفاق الجامايكي ديماراي غراي اليوم الاثنين للفحوصات الطبية لياقية على موضع إصابته في عضلة الفخذ تحدد مدى جاهزيته، حيث تعرض غراي إلى الإصابة العضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الهندوراس في 15 من أكتوبر الجاري. وتحدد نتائج الفحوصات اللياقية إمكانية مشاركة غراي في مواجهة النواخذ أمام الجبلين الأربعاء المقبل. يفكر مدرب الوحدة الألماني جوزيف زيمباور في إجراء تعديلات عدة على التشكيلة الأساسية لإراحة عدد من اللاعبين اليوم الاثنين أمام القادسية ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ومنح آخرين على رأسهم المهاجم مراد خضري وفرصة مشاركة أكبر. اقترب لاعب العروبة الفرنسي كورتزوما من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد أن قطع شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي والتحاق الفرنسي بالتدريبات خلال اليومين المقبلين، لكن مشاركته أمام الأخدود الخميس المقبل مرتبطة بنتائج الاختبارات البدنية والفنية التي سيخضع لها من قبل الجهازين الفني والطبي. تعادل فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم بنتيجة 4-4 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة بدور الدرجة الأولى الإيطالي أمس الأحد، وبقي الإنتر في المركز الثاني برصيد 18 نقطة متأخرا بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة. ومن الأخبار إلى الحوار والنقاش على طاولة سبورت سنتر مع حني. يعطيك العافية ثامر، ما شاء الله اليوم احنا في كأس الملك، أمس كنا في الدوري، قبلها في دوري وكأس النخبة، بعدها أيضا في الدوري حنرجع بلقاءات ديربي، ما شاء الله في زحام من المباريات والتغطية مستمرة كذلك. أكيد يعطيك العافية، يعطيك العافية ثامر. خلينا نبدأ مباشرة في هنا في على هذه الطاولة. خليني أرحب بشركاء اليوم الثاني من سبورت سنتر، معنا شركاء مميزين دائما ما تكون على هذه الطاولة، مشعل الوعيد الهامي الناقد الرياضي بالأحب الشخصية صراحة، مبارك لكم هذا البرنامج المميز، سعيد جدا بالتواجد معكم. يعطيك العافية مشعل. أيضا هناك من الديار المقدسة من مكة المكرمة من استديوهاتنا هناك عاطف الأحمدي، يا هلا وغلا فيك يا عاطف، من زمان عنك يا عاطف. حياك الله دكتور، تحية طيبة لك أخوي هاني، وتحية طيبة لأخوي ثامر وزميلنا مشعل وجميع القائمين على هذا البرنامج، ونبارك لكم هذه الإطلالة المتجددة. يعطيك العافية عاطف، برجع لك، لكن عندي هنا سالفة مع مشعل. مشعل يعني أنت ذكرت قبل عن أو شفت لك تصريحات أو تلميحات تتكلم عن هيرفي رينارد قبل ما نفتح ملف كأس الملك ومباريات كأس الملك، تكلمت عن هيرفي، قلت عندك معلومات عن أنه كيف رجعت هيرفي، من اللي أقنع هيرفي بالعودة، وكيف عاد هيرفي من ضمن الخيارات اللي كانت في الاتحاد السعودي. صحيح، لا يمكن نتحدث عن عودته قبل أن نتحدث عن سبب مغادرته في المرحلة الأولى، تحديدا بعد مواجهة السعودية والأرجنتين، المواجهة الملحمية لنا كسعوديين التي لا تزال حقيقة تذكر ومخلدة حقيقة في ذاكرتنا الرياضية. بعد انتهاء من كأس العالم الاتحاد السعودي قيم المشاركة، رأوا أن المشاركة كانت متميزة على أقل تقدير، أي نعم لم تكن أفضل مشاركات نقطيا ولكن على أقل تقدير كصورة منتخب من مباراة الأرجنتين، من مواجهة الأرجنتين الاتحاد السعودي يعني حقيقة
عقد العزم على تجديد عقد رينارد. اللي حدث بعد تصفية كأس العالم، اجتمعوا مع رينارد واتفقوا على استراتيجيتهم للمرحلة المقبلة، وكانت الاستراتيجية تتمحور على جزئية واحدة، أن يحقق المنتخب السعودي كأس آسيا التي ستقام في المملكة. كان هذا شرطهم. كان هذا شرطهم وهذا الهدف الاستراتيجي لذلك. كان هيرفي رينارد يعني وافق على ذلك الشرط. طيب ليش مشى؟ ووضع الاستراتيجية بناء على ذلك. تم توقيع العقد وبامتيازات مالية اللي طلبها هيرفي رينارد بدقة متناهية. طيب. اللي اختلف إنه زادوا عدد اللاعبين الأجانب بالنسبة لرينارد، هذه يعني هذه. ورفض الموضوع هذا؟ هو كان عنده آراء في حيال هذا الموضوع، وكان ضد زيادة عدد اللاعبين الأجانب، خصوصا إنه التركيبة اللي حققها في كأس العالم الماضية يعني جزء منها سيعتزل، وبالتالي الجزء الآخر لن يجد فرصته. طيب. في المشاركة. طيب وليش قلت لي رجع؟ على عجالة. عشان على عجالة طبعا تم فسخ العقد، وجاء مانشيني وجاءت الأزمة. مانشيني كان من اللي أقنعه بشكل مباشر ياسر المسحل، ومحمد أمين لعب دور كبير جدا في المفاوضات لأنه تربط علاقة جيدة بهيرفي رينارد. ذكروا له بأنه الآن مهمة الأساسية لنا التأهل، ومن ثم سنعيد إعادة الاستراتيجية مرة أخرى مجددا. طيب يعطيك العافية مشعل. خلينا نبدأ في ملفاتنا، والبداية من كأس الملك. اليوم راح تفتتح مباريات كأس الملك دور ال 16، مواجهات صراحة مهمة، مواجهات قوية، ونختلف ترتيب المنافسين. خلينا نروح للمواجهة الأولى أو بطاقة المواجهة الأولى، أو خلينا نأخذ تقرير قبل كل شيء. هذا التقرير يستعرض هذه المواجهات لكأس الملك، افتتاحية كأس الملك في دور 16. تنطلق اليوم منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاث مواجهات. اللقاء الأول يحل فيه الشباب ضيفا على جاره فريق الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويسعى أبناء الوسطى لخطف الانتصار والوصول للدور القادم في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها في الدوري. الشباب هو الآخر يطمح أن يقدم نفسه في هذه البطولة بشكل مختلف، والذي يضمن له الوصول لنهائي أغلى الكؤوس وحصد اللقب. المواجهة الثانية تجمع فريقا الاتحاد والجندل على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل. الاتحاد صاحب الأرض والجمهور يأمل أن يكمل مسيرته المميزة في دوري روشن بانتصار يعزز ثقة المدرب لوران بلان بلاعبيه. الجندل الذي يمني النفس لإحداث المفاجأة أمام الاتحاد وتكرار سيناريو مباراة الأهلي بالفوز والوصول لدور الثمانية من البطولة. ونبقى في الغربية حيث يستضيف فريق الوحدة فريق القادسية على استاد مدينة الملك عبد العزيز بمكة، ويأخذ فرسان مكة هذا اللقاء وعينهم على الفوز وتحسين صورتهم أمام جماهيرهم في ظل تواضع مستوياتهم في دوري روشن. القادسية يدخل هذا اللقاء وكله أمل في مواصلة المستويات الجيدة في الدوري وتحقيقه الانتصار الذي يقربه خطوة لبلوغ نهائي أغلى الكؤوس. عاطف خليني أسألك عن كأس الملك. إلى الآن الأندية لم تأخذ كأس الملك بهذه الأهمية الكبيرة، أتكلم عن تخطيط أولي أو أنه تحطها في المراتب الأولى في كيفية تحقيقها، خصوصا أنها بطولة قصيرة وما تحتاج إلى مباريات كثيرة. الرياض الآن يعني مثلا أتكلم على الرياض عنده ثلاث مباريات حتى هذه الكأس، الوحدة اللي أنت تحبها بشكل خاص عنده ثلاث مباريات على هذه الكأس، لكن الاستعداد ما يكون بهذا الشيء الجميل صراحة. تأكيد يمكن أخوي هاني، شوف مباراة كأس الملك عادة نتفق احنا جميعا أنها تكسب ولا تلعب. مباراة لها استراتيجية معينة، كل فريق يمكن يعد هذه الاستراتيجية للوصول للهدف، لكن دائما مباريات الدوري بترمي بظلالها على مباريات كأس الملك من حيث المستوى، من حيث النتائج كمان. يمكن في فرق تكون جاهزة لهذه البطولة وفي فرق غير جاهزة. يعني حتى مسألة المغامرات يعني أخويا هاني ما أعتقد أنها تكون طول في أكثر من دور، يمكن شفناها في الدور السابق لكن ما حتكون واردة بشكل كبير في هذا الدور. طيب
مشعل، تشوف انه الانديه الان يعني اهملت، خصوصا الانديه اللي تتكلم عن المرتبه الخامسه وتحت، اللي دائما يقولون لك انديه الصندوق هي اللي دائما مسيطره على البطولات. هذه البطولات هي بطولات خروج مغلوب، انه تلعب في مباراه 90 دقيقه تستطيع ان تحقق فيها الانتصار، حظوظك فيها جدا كبيره. مهم جدا حقيقه ان الانديه تنمي بثقلها في كاس الملك. انت ذكرت انديه الصندوق، انا دعني اجرد فقط الهلال والنصر. الدوري لن يخرج من الهلال والنصر، وبالتالي على بقيه الانديه حقيقه الهلال والنصر الدوري، الهلال والنصر واضح الفروق الفنيه، دكه بنك البدر. طيب الحين اللي منافس الهلال مش النصر، الاتحاد. نعم، ولكن اعتقد في الامتار الاخيره سيتضح الفارق الفنيه، وسينفرد الهلال والنصر عن بقيه المنافسين. لذا اتمنى حقيقه من كل الانديه او من بقيه الانديه انها ترمي بثقلها في كاس الملك. انا اعتقد حاله العدم اهتمام هي يعني اعتقد جزئيات اننا اعتدنا ان نلعب بطولات سواء كاس ولي العهد في السابق او كاس الملك لما يتوقف الدوري او لما ينتهي الدوري. ما اعتدنا حقيقه انه كاس الملك يلعب في اثناء وفي معمعه عندنا، وبالتالي هذه الثقافه وهذه المفهوم تجعل صحيح. بعض المدربين حقيقه حتى مدربين دوري يلو احيانا يفضل مواجهات دوري يلو على انه يرى ان حظوظه ضعيفه. في تكون الاداره المفروض صحيح. من قبل البطوله عندها استراتيجيه، انت تاخذ هذه البطوله، انت هذه البطوله هي عندها اهميه 60%، عندك 40%. صراحه ما عندنا هذا الفكر العظيم في التخطيط لموسم كامل بشكل كبير، حتى انديتنا الاربعه بدون ادنى شك. علاوه على ذلك انه اليوم هي فكره مش عمليه توزيع جهد، او خلينا نقول توزيع مطالب بتحقيق البطولات. نتحدث ايضا عن قدرتك، يعني ما تحت الهلال والنصر اعتقد انه فرصهم صحيح. متواجده في كاس الملك، وبالتالي مفترض الاستراتيجيه منذ بدايه الموسم اني ارمي بكل ثقلي في كاس الملك زي ما تفضلت. صحيح، نفس قصير، وبالتالي احيانا خلينا نروح لاول المواجهات. اول مواجهات، مواجهات الرياض والشباب، هذه المواجهه القويه. اللي شاف مستويات الرياض يعرف ماذا سيعد الرياض للشباب وايضا الشباب متجدد. خلينا نشوف بطاقه المباراه، هذه امامكم بطاقة مباراة اليوم الساعة 55 6-10 الرياض والشباب على مدينة أو ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية. عاطف، كيف شايف هذا اللقاء؟ لقاء قوي، لقاء مهم. اللي يعرف الرياض يعرف أنه يعني حيكون وسيكون الشباب يعني الشباب المتجدد بشكل كبير سيلقى متاعب مع الرياض صراحة. سيعاني يا اخوي هاني، شوف يمكن اقوى المباريات في دوري 16 هي مباراه الرياض والشباب، هذه الاقوى. انا اشوف من وجهه نظري هذه الاقوى عطفا على المستويات الكبيره اللي بيقدمها نادي الرياض. يعني كلمه شكر في حق اداره نادي الرياض، الفريق العام الماضي صاعد من دوري عاطف دوري، مع انه في الفتره الصيفيه لا استعدوا، تاخر الاجانب، دخلوا مباريات يعني باجنبي واحد، كان عندهم نقص لاعبين، بس يعني صحيح. اللي حصل شيء جميل صراحه من الاداره. صحيح، يمكن المباراه الوحده كانت ما كان الفريق جاهز في اول مباراه وتعادل فيها، يمكن من بعدها بدات الانطلاقه الحقيقيه للفريق. كلمة شكر لإدارة النادي، يمكن العام الماضي صاعدين، شفنا شغل جبار خلال الفترة الصيفية، مدرب قدير صبري لموشي، مدرب عارف يتعامل مع واقعه، لاعبين بأمانة على مستويات كبيرة وكتلة واحدة ولهم التأثير الفني الكبير. أنا أعتقد أنه الرياض حيكون رقم صعب في الدوري، وأعتقد أنه يمكن في مباراة الكاس أنا أشوف من وجهة نظري أنه يمكن الرياض أقرب للفوز من نادي الشباب. أقرب الرياض يا عاطف؟ طيب خليني نسأل مشعل. مشعل شايف أنه الرياض أقرب، لكن أنه الشباب في هذا الموسم صراحة متحسن، الشباب صحيح. أفضل عن آخر موسمين صراحة. صحيح. أنا أتفق مع أستاذ عاطف أنها أصعب مواجهة في هذا الجولة وهذا الدور. آسف، اعتقد انه هناك ثمة تكافؤ فني جدا كبير بين الرياض والشباب. الرياض مستوى متطور، والشباب اي نعم خسر امام الانديه الكبيره ولكن قدم مستويات جدا ممتازه. مهم جدا ان نقول ان الفريقين يتكئان على ارث جيد في بطولات الكاس. الشباب اخر عهده بالبطولات الكبيره كانت في كاس الملك. الشباب الرياض كان لها صولات وجولات في التسعينات الميلاديه، 40 سنه قبل 40 سنه الشباب الرياض كان في النهائي. الرياض في كاس ولي العهد كان لها صولات وجولات، وبالتالي هي فرصه مواتيه للفريقين انه ممكن يعودون لمنصات التتويج. اما فيما يخص حظوظ الرياض، انا اعتقد انه فعلا يعني كراسكو لغز محير حاليا في الشباب. صحيح. صراحه بدون ادنى شك لغز محير جدا جدا في نادي الشباب، ولكن اعتقد ان المواجهه ليس الرياض اقرب. انا يمكن اختلف في هذه الجزئيه مع استاذ عاطف، اعتقد انه هناك ثمة تكافؤ، وان كان نسبه الشباب تميل يعني يمكن 60-40. مهم جدا ان نقول استاذ هاني، انا اذنت لي بشكل موجز، نادي الشباب حقيقه هذا الموسم بعيدا عن المستويات الفنيه، جمهور نادي الشباب قاعد يلعب دور جدا 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 مهم. صحيح. في هذا الجانب يعني استهلو. الشباب يمتلك قاعده جماهيريه
الظاهريه جدا عريضه. طيب. دائما نقول حضورهم مميز في شبكات التواصل الاجتماعي اليوم، حتى ترجموا ذلك في جماهيريه، في جماهيريه للشباب. طيب هذا كان آراءكم، لكن خلينا نشوف لغه الارقام. اخر خمس مواجهات دائما في لغه المدربين هي دائما المعيار على مساله رتم اي فريق. خلينا نشوف اخر خمس مواجهات لنادي الشباب واخر خمس مواجهات للرياض. طيب الرياض والاتحاد 1-0، خسر الرياض. الخدود والرياض فاز الرياض 1. الرياض والقادسية، الرياض فاز على القادسية في مباراة كانت صعبة. الفيحة والرياض 2-0. أيضا الصفا والرياض، واللي هي كانت قبل هذه المباراة في كأس الملك، وفاز الرياض 3-1. كيف تقرأ الأرقام؟ طيب هذا بعد أيضا الشباب، الآخر خمس مواجهات لنادي الشباب، العروبة والشباب 3-0. شباب النصر 2-1 خسرها. ضمك والشباب في الدوري 1-0. وأيضا المواجهة اللي الرياض اللي الشباب فيها فاز على الخلود 3 وتأهل فيها لهذه المباراة. عاطف، كيف تقرأ هذه الأرقام وآخر خمس مواجهات للفريقين؟ والله يمكن في يمكن تساوي في الارقام ما بين الشباب والرياض، لكن الشباب يمكن بيعاني، يمكن حتى شفناه في اخر مباراه بيعاني حتى على مستوى الغيابات، على مستوى بس يحقق يا عاطف. انا مستغرب انه يعني اتكلم عن الشباب انه حاليا قاعد يحقق نتائج. الشباب فاز في أربعة من خمسة. يا هاني يحقق نتائج، لكن المشكله في على مستوى الاداء الفني. يعني اليوم الشباب عنده جودة لاعبين، ممكن جودة اللاعبين هذه بتساعده في تحقيق النتيجة، لكن لما تنظر للرياض على مستوى الأداء الفني، لا الرياض بأمانة بيقدم مستويات وتحس إنه فريق يملك الهوية وفريق ثقيل. يعني شفناه في آخر مباراة أمام الاتحاد، على الرغم من الطرد، لكن الفريق كان بيقدم مستويات كبيرة على مستوى الثلث الدفاعي، على مستوى الثلث الهجومي، وشفنا كيف أحرج الاتحاد في كثير من مجريات المباراة. أنا هذه وجهة نظري، أنا أشوف الرياض من الفرق اللي مو بس على مستوى كاس حتى على مستوى الدوري. أنا أقشك فيها. طيب تشوف مشعل، الأرقام تروح لمصلحة الشباب أكثر، هل لغة الأرقام تكون دائما لغة صادقة في مسألة الفوز والخسارة، أو أنها تعطي إيحاء يعني إيجابي أم سلبي للفريق قبل المباراة؟ بدون هذا الشك هي تعطي مؤشرات، ولكن لا تعطي حقيقة أو يعني حقيقة قطعية أو شيء ثابت الوقوع. لا شك أنه أيضا من واجه الرياض ومن واجه الشباب هذه أيضا تلعب دور مهم وقوي. أعتقد الاختبارات اللي خاضها الشباب كانت أكثر صعوبة من الاختبارات اللي خاضها نادي الرياض. علاوة على ذلك طرق اللعب اللي راح تكون موجودة اليوم، أعتقد أن حظوظ الشباب أكبر بكثير. أي نعم اليوم الشباب تعثر أمام فرق الصندوق، ولكن قدم مستويات جدا ممتازة. مهم جدا أن نقول مدخلات نادي الشباب بداية الموسم من التعاقدات لا تتوقع منه أكثر من ذلك، وإن كان أعرى أنه يمتلك جوهرة اليوم الوسط السعودي مصعب الجوير. هذا لاعب يعني أعتقد أنه الشباب صحيح متفرد فيه بشكل متميز، يعني يندر أن تجد لاعب سعودي بهذه المواصفات، ودائما هذا اللاعب حقيقة يعمل على تغيير كثير من معطيات أي مواجهة. طيب خلينا بنروح فاصل قصير وبنرجع لمواجهة مهمة، مواجهة الاتحاد والجندل والعفرة ولوران بلان. خلينا نروح لفاصل قصير ولنا عودة في سبورت سنتر.
لهم في ذاكرة التاريخ عطاءات لا تبلأ، ولهم بين الناس نتاج يمشي على قدمين. هم قصة من التفرد والإبداع، وأثر دائما ما يقول مروا من هنا. عن سر التكوين والنبوغ وعن لمعة التفوق واشتعال جذوة الموهبة في صنوان الفكر والإبداع. نجوب أقاليم الذاكرة قصصاً ومحطات، نفتش في زواياها تشكل الفكر والفكرة، ومعهم نعيش المشهد من البداية وحتى إسدال الستار. عودة من جديد لكم مشاهدين الكرام في سبورت سنتر. قبل الفاصل كنا في المواجهة الأولى ما بين الرياض والشباب، استعرضنا هذه المواجهة رقميا. خلينا نروح لبطاقة المواجهة الثانية، المواجهة المنتظرة صراحة سهرة الليلة، الجندل أو الاتحاد والجندل. الجندل يحل ضيفة على الاتحاد الساعة 8:30 في هذا اليوم. خلينا نشوف بطاقة هذا اللقاء. الآن أمامنا مباراة الاتحاد والجندل الساعة 8:30. مشعل، كيف شايف هذه المباراة؟ لقاء منتظر صراحة. الجندل أخرج الأهلي من هذه البطولة، الاتحادين اليوم ما ودهم يشربون من نفس كاس الأهلي، وعندهم صراحة مباراة مهمة مع فريق حريص جدا على مثل هذه البطولات. زي ما تفضلت استاذ هاني، اعتقد ان قيمه مواجهه اليوم اكتسبت من خروج الاهلي امام الجندل. لا شك ان الجماهير الاتحاديه يعني تخشى من تكرار هذه المفاجاه. اعتقد انه كل شيء وارد في كره القدم وكل شيء يمكن ان يحقق، خصوصا الاتحاد ليس في افضل حالاته الفنيه، حتى وان كان وضعه ومساره في الدوري الى حد ما جيد، ولكن قابل انه يتعرض لمثل هذه المفاجات. الجندل ايضا ما يجعله يدخل بارتياح بان ليس لديه ما يخسره، وهذا حقيقة أكثر شيء يخشاه الاتحاديين ومدرب الاتحاد لما يواجه فريق ما عنده أي شيء يخسره. ما عنده حسابات بالضبط، فبالتالي يعني داخل مرتاح يلعب استمتع بالضبط. يعني الضغط حيكون على الاتحاد، خصوصا أنه الجندل أخرج الأهلي. يعني لو أخرج أي نادي آخر ترى ما راح يكون حجم التأثير النفسي نفس هذا الموضوع. ولكن أعتقد أنه طالما أنه خذ لك طقطق اليوم، يعني لو فاز كثير من الأهلاوي اليوم يتمنى، ولو فاز الاتحاد خذ لك من الاتحادين أيضا. وهنا جزء من جمالية كرة قدم.
عاطف كيف مباراة اليوم؟ يعني مواجهة صراحة قوية عطفا على اللي ذكرها، الأسباب اللي ذكرها مشعل أنه فيها أحداث، فيها انتظرون شيء كبير من الجندل في مباراة اليوم، يكون ضيف ثقيل على الاتحاد. ما أدري يعني، بس عشان خرج الأهلي صارت المباراة مهمة ومنتظرة. أنا ما أشوف أن المباراة شو عادية جدا يعني. صحيح يمكن الجندل استطاع إخراج الأهلي بسبب الغموض اللي كان موجود. فريق الجندل فريق جاي من المرتبة 16 في دوري يلو، يمكن الآن تغير، الآن موجود على مستوى المرتبة التاسعة. لكن أنا أشوف أن المباراة ما لا الاتحاد ما حيكون يعني بوضع انه مو عارف اهميه هذه المباراه. نعم نتفق انه هنالك في مشاكل فنيه في نادي الاتحاد وخصوصا على مستوى الثلث. طيب كيف انت الحين تقول لي مباراه عاديه؟ الجندل طلع الاهلي، والاهلي العام الماضي كان فايز على الاتحاد. طلع الاهلي بسبب الغموض اللي كان موجود في نادي الجندل. يعني لو المباراه تنعاد 1000 مره يا هاني ما حيطلع الاهلي. لو 1000 مرة تنعاد المباراة ما حيطلع الأهلي. هذه مباراة خروج المغلوب عاطف، ممكن تكون فيها يعني 5 يعني 90 دقيقة. يا هاني أنا ما أختلف معك. مباريات هذه زي ما قلت في البداية هي تكسب ولا تلعب. ولكن اليوم تتكلم على فريق بنجوم كبار في نادي الاتحاد. اليوم 21 نقطة في الدوري من 8 مباريات، خسارة الهلال فقط. لا ما اعتقد ان المباراه حيكون فيها نوع من المفاجات. انا اشوف ان يمكن لو وفق الاتحاد في التسجيل في بدايه المباراه ممكن تكون نتيجه تاريخيه في هذه المباراه. طيب خلينا نشوف اخر 5 مواجهات مثل ما شفنا في الرياض الشباب، نشوف اخر 5 مواجهات للاتحاد. خلينا نشوف هذه اخر 5 مواجهات للاتحاديين. الان ستظهر امامك في الشاشه مباراة الرياض والاتحاد 1-0، والاتحاد والقادسية 3 الاتحاد، والأخدود والاتحاد، الاتحاد أيضا كان فايز، والاتحاد والخليج 4-1، والاتحاد والعين 3-0. هذه كانت آخر 5 مواجهات للاتحاد. نروح مباشرة للجندل وآخر 5 مواجهات في دوري آخر، دوري الدرجة الأولى، دوري يلو. الجندل والعين 1-0، الصفا والجندل 2-1 فوز الجندل، الجندل والباطن تعادل، والأهلي والجندل فوز الجندل، أحد والجندل 1-0 للجندل. مشعل يعني نتائج الجندل ليست سيئة مقارنة، تكلم عن العام الماضي كان الجندل يعاني، السنة هذه الجندل يعني بشكل جيد، وإن كان في يعني في بداية اليلو كان يعني مستويات سيئة قدمها في دوري. طبعا حتى لو كانت نتائجها جيدة حظوظ الاتحاد أكبر في هذه المواجهة بلا شك، ولكن نتحدث بأنه المفاجأة وارد أنها تحدث، لا يمكن حقيقة الجزم بفوز الاتحاد. واختلف مع الأستاذ عاطف في جزئية أنه اليوم ما في أحد يتحدث عن اتحاد الجندل. عاطف مرة اليوم هجومي مرة. لا يمكن لأي أحد اليوم يتحدث عن مواجهة اتحاد الجندل دون أن يتذكر مواجهة الأهلي. يعني كابوس مواجهة الأهلي بالنسبة للاتحادين هذا أكثر ما يخشونه. إي صح، مباراة خروج المغلوب بالطريقة هذه. عاطف اختلفنا معك اثنين، لكن الحين أنت تتفق في ماذا في هذا الأرقام ما بين الجندل والاتحاد؟ وكيف تقرأ أرقام الاتحاد مرتفعة، خسارة واحدة في موسم كامل من الهلال البطل؟ يمكن هو اللي فضح مشاكل الاتحاد الدفاعيه اللي موجوده، واللي سواء على مستوى الافكار او حتى على مستوى العناصر الفضائيه. هذا الشيء اللي ممكن مؤرق جمهور الاتحاد، ويحتاج انه لوران بلان يشتغل عليه خلال الفترة. بس ايش انت قلت فضح صح، افكر انه ينافس على الدوري. وانا اختلف مع اخويا مشعل لما يقول الدوري النصر وهلال. لا انا اشوف الاتحاد يمكن من اللي له حظ كمان ووافر في المنافسه على بطوله الدوري، لكن في النهايه محسومه للهلال يعني. بس هم بيتنافسوا والله اليوم هنا يحسمها للمنافسه نصر وهلال، وانت تحسمها للهلال. اليوم كلها نتائج محسومه. خلينا نروح للمباراه الثالثه عاطف، خلينا نروح لبطاقه المواجهه الثالثه الوحده اللي يهمك يا عاطف بشكل كبير. الوحدة يلاقي القادسية عند الساعة 8:30. خلينا نشوف بطاقة هذه المباراة والمباراة اللي راح تكون الثالثة في دور ال 16. هذه أمامكم شعار الوحدة الجميل وشعار القادسية الجديد، أستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الحاضن لهذه المباراة. مشعل مواجهة قوية صراحة، مواجهة جدا قوية. نتكلم عن الوحدة والقادسية وبينهم أيضا
كبير صراحة حتى في المواجهات. بدون أدنى شك مواجهة أولا ليست هناك ثمة فارق فنية كبيرة حتى يعني مع كل الآمال للقادسية بعودة هذا الموسم بشكل مختلف، لكن أعتقد أن استراتيجية نادي القادسية هذا الموسم أن يعود من خلال بطولات الكأس، من الخطأ الاستراتيجي أن يعود ويفكر في تحقيق لقب دوري لأنه هذا حقيقة سيعقد أموره. صحيح هذا اللي كنا نقول عنه. فبالتالي من الذكاء الاستراتيجي أن تعود عبر بطولات الكأس، لذا أعتقد أن القادسية سيرمي بكل ثقلة. إلى الآن القادسية عناصريا جيد ولكن كتوليفة فريق لم تظهر بالشكل المأمول، أعتقد أنه يحتاج إلى وقت كبير جدا، خصوصا أنه هذا الفريق أعيد تشكيله مجددا بعد أن صعدوا من يلو، يعني اللي يلعب في القادسية الآن يندر من منهم أنه كانوا صحيح من معذورين يعني عشان كذا حتى أبقوا على المدرب اللي أهلهم بشكل كبير. طيب عاطف، هل أنه رغبة القادسية طموح القادسية الوحدة سيقف أمام هذا الطموح، خصوصا أنه الوحدة عاطف وأنت أخبر الناس بشعاب هذا الوحدة ليست الوحدة السابقة قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، حتى للعام الماضي مو قبل 3 سنوات، يمكن هذه من الأخطاء اللي بتحصل في نادي الوحدة، عدم الحفاظ على المكتسبات اللي كانت موجودة الموسم الماضي، حتى على مستوى التغيير بيكون التغيير للأسوأ. يعني يمكن بقول عبارة يمكن تكون صعبة على الجماهير الوحدوية، الوحدة ميتة تكتيكيا، يعني تحتاج لحالة من الإنعاش حتى يعود هذا الفريق بأمانة. يمكن كل ما يحيط بالوحدة محبط، سواء على مستوى العمل الإداري العمل الفني. جميل، هذا الوحدة محبط ها. ما سمعتك. أقول جميل، هذا الوحدة محبط، يعني جميل المكان والوحدة لكنه محبط الحال. بأمانة محبط، يعني مو بس على مستوى كرة القدم، يمكن في أمور كثيرة في داخل النادي محبطة، لكن نقول إن شاء الله بإذن الله إنه يكون في إحساس بالمسؤولية وتغير كثير من الأوضاع. ماني متفائل، يمكن فريق الوحدة حتى على مستوى القيادة الفنية، يمكن لما قدم المدرب زيمباور أنا شفت إنه يمكن من الخيارات الجيدة اللي اتخذتها إدارة نادي الوحدة، جاي من فريق كبير، يمكن أول مباراة خسرها في موسم ونص خسرها أمام الاتحاد في 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 الدوري، لكن ما أنا ما أقدر ألوم المدرب ولا ما ألومه، لأنه في النهاية العناصر ما أعتقد إنه بالتركيبة الجيدة، يمكن ما أعرف يتوافق مع هذا التركيب، يمكن طريقة اللعب عند المدرب ما تتوافق مع اللاعبين. طيب. يمكن نادي الوحدة تعودنا إنه دائما بيعتمد خصوصا إذا كان الوحدة، لو خليك تتكلم على الوحدة ما أنت بساكت ما شاء الله يا عاطف، أنت عندك شجون عند الوحدة. طيب بس بالنسبة للقادسية جزئية بسيطة اللي هي القادسية، يمكن بداية الموسم لبس ثوب مو ثوب، يمكن الجميع كان يرشح القادسية وأنا ما ألومهم في عملية الترشيح بسبب الخلفية اللي جاي منها نادي القادسية، سواء على مستوى الدعم المالي أو حتى المستويات اللي قدمها في الدوري. طيب. لكن أنا أشوف أنه تم الضغط عليه، لا القادسية لسه يحتاج لعمل كبير. طيب خلنشوف نتائج الوحدة، نتائج الوحدة الخمس مواجهات الأخيرة لنادي الوحدة، خلينا نشوفها على الشاشة. الوحدة كان في المباريات الأخيرة، الأولى كانت مع الخليج 3 فاز أو فاز الخليج الأخيرة 3-1، وقبلها كان مع الرائد تعادل معهم الوحدة 2-2، بعدين الوحدة والفيحة أيضا تعادل 2-2، يحبون 2 النصر والوحدة 2-0 فاز النصر. الوحدة والفيصلي في كأس الملك واللي تأهل منها الوحدة لهذه المباراة فاز 4 على الفيصلي اللي اشتقنا له كثير يا مشعل. خلينا نشوف القادسية أيضا، القادسية نتائج آخر 5 مباريات لنادي القادسية اللي تطور بشكل كبير هذا العام بعد استحواذ شركة أرامكو والتطوير اللي صار فيه القادسية، وضمك 2-1 اتحاد القادسية، 3-1 اللي خسرها الرياض والقادسية، 2-1 خسرها أيضا القادسية والأهلي، فاز القادسية 1-0 القادسية والعروبة، أيضا فاز القادسية 4-1. كيف شايف الأرقام يا مشعل؟ الأرقام تذهب باتجاه القادسية بدون أدنى شك، ولكن أعتقد ليست هناك ثمة فارق فنية جدا كبيرة، لذا أعتقد بأن حظوظ الفريقين متساوية وممكن فرصة لنادي الوحدة أن يصالح جماهيره، ولكن حتى وإن نجح الوحدة في تخطي مواجهة اليوم أذهب يمكن لأول مرة أتفق مع الأستاذ عاطف من بداية أخيرا ما أتوقع أنه سيذهب لما هو الله أعلم ذلك حتى لو كسب مواجهة اليوم الوحدة. أتحدث عن الوحدة. عاطف كيف شايف الأرقام؟ يعني الوحدة أرقامها متذبذبة ما بين فوز تعادل خسارة، لكن القادسية أرقامها جيدة وإن كانت خسارتين يعني كانت من فرق كبيرة. ما في تذبذب، هو فوز واحد حتى مباراة الفيصل ترى الأربع ركلات. بس تعادل مباراتين.
إيه بس حتى الأربع حتى الأربع اللي قلت على مباراة الفيصل ترى ضربات ترجيح يعني عنده ضعف على 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 مشاكل الهجومية وممكن أسوأ دفاع في الدوري دفاع الوحدة. حتى لما يقول أخويا مش على أنا برجع أختلف معنا لما يقول في تقارب في المستوى بين الوحدة والقادسية. لا ما في تقارب, القادسية على مستوى العناصر قصك عناصر إيه؟ أفضل من الوحدة. قصك أنت عناصرين السكواد حق القادسية أقوى بكثير. نعم نعم عناصريا القادسية أفضل سواء على مستوى منظومة الدفاع وحتى منظومة الهجوم, يعني أسماء كبيرة وأسماء مؤثرة فنيا. الوحدة لا يعاني حتى على مستوى الأسماء. يمكن لو بأخذ الفريق كامل أنا ماني مقتنع إلا بلاعب واحد في الوحدة لو أوف مين؟ جودن غير اللاعب الاسترالي قصدك. ماني شايف يعني انت يعني حتى العناصر اللي انت فرطت فيها, انا اتكلم على الكابتن فيصل فجر اللي نشوفه بنادي التعاون المستويات اللي بيقدمها يعني للاسف تفرط بلاعب بقيمه الكابتن فيصل فجر. طيب بنشوف بكره باذن الله ان الفريقين يقدمون بالتوفيق لكل الفرق. خلينا نروح فقرتنا القادمه, الفقره المحببه عند كثيرين, فقره السوشيال ميديا وحديث السوشيال ميديا وسائل التواصل عند الزميل والغالي ثامر الفيز. ثامر ايش عندنا اليوم في السوشيال ميديا وفقره السوشيال ميديا والتغريدات؟ حياك الله هاني. اليوم في فقره السوشيال ميديا راح ناخذ فيها جوله نبدأها في منصة إكس ونستعرض معكم التغريدة الأولى من حساب دوري روشن نجم الاتفاق موسى ديمبلي. من حبه للسعودية يقول كنت ألبس الثوب من قبل أجيكم. So yeah, for me it's normal, I would say. I think Saudi Arabia treated me well since I came the first day, you know. Being outside your country and outside out from your family and you know being alone because I was alone here first, it's hard at the beginning, but you know they made me welcome well and you know they are really how to say friendly and you know they want you to feel good in their country, and that's the good thing about it, and I really like my time here and I'm just happy to be here. وذا التغريدة الثانية, نادي الاتحاد يغرد عن السيد دومينيغوس أوليفيرا عن آخر المستجدات. Etihad is in my view the best club in Saudi. We have a very very strong legacy. We won four different trophies, championships at continental level in football, basketball, water polo, and table tennis. This is amazing. This is unique. It's probably the single club in Saudi that can be proud about those. ومن منصة إكس إلى التيك توك, وناخذ المقطع الأول. بونو يقول الهلاليين اشتقت لكم بزاف. استقيت لكم بزاف, شوفكم قريب صعب. ومن بونو إلى لاعب النصر سيما كان يشكر الجمهور النصر ويقول نحتاجكم. Hi Nazari fans, and thank you for the support today. I was happy to be in the shop, and you have a lot of people was here, and we need you for the next game. You have two final, and this is really important for us, and we need you because we are really in the need of you. وموسى ديابي لاعب الاتحاد يقول نبغى الملعب يصير مليان. Hello الاتحاد fans, yeah, just a quick message. We are really happy with you. You are always support us. You are always behind, and we hope we will be in the stadium full like every game. And we will need you to push us on the pitch and to be strong and to keep in this level high. And yeah, we are happy with you, and we will be always with you. And thank you for the song Al Ghazal Musa. I'm really happy, and I will give my best always to give you back your song. And yeah, that's it.
هاني، تفاعل كبير من الحسابات الرياضية في منصات التواصل بكل تأكيد يحبها الجمهور كثير. يعطيك العافية ثامر، ما شاء الله أشوف اللاعبين الأجانب صاروا يلبسون ثياب بشكل كبير، أخذوا هذه الثقافة، العادات صاروا يلبسون أفضل مني ومنك. هو يقول البسها قبل لا يجي. يعطيك العافية ثامر، يعني شيء جميل صراحة اللي قاعدين نشوفه وشيء رائع. يعني مش شدني شيء مهم صراحة في هذه الفيديوهات، إنه بدأت الأندية تدرك مدى أهمية العلاقات العامة، حتى في مسألة التسويق، في مسألة الجانب الاقتصادي، في مسألة إظهار صورة نمطية عن أي نادي. صحيح، طبعا شاهدنا المقاطع فيها بعدين. البعد الأول ما هو ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية وتعايش اللاعبين الأجانب حقيقة معنا، وهؤلاء شوف حجم التأثير والرسالة اللي راح يقدمونها للآخر. فيما يخص الأندية وأدائها في المراكز الإعلامية والعلاقات العامة، قطعا هناك تحول جدا جدا كبير. اليوم فعلا تستشعر أن المحتوى اللي يقدم يليق بأننا نستطيع تصدير رسالتنا للآخر بشكل كبير جدا. أنا لا أتحدث عن محتوى فقط، أتحدث عن المجمل الشمولية، التصوير، وأنتم عاد أدرى بهذا الجانب، جودة التصوير، جمالية التصوير، يعني مادة فعلا تملأ العين بشكل جيد. علاوةً على ذلك المحتوى اللي مقدم حقيقة اليوم مشجع أي نادي يجد من شبكات التواصل لفريقه ما يشبع ذائقته. صحيح، في تفاوت بين الجانب الآخر عاطف، تفاوت ما بين أندية وأندية إلى الآن ما استغلت بشكل كبير، منها نادي الوحدة اللي ما شفناه بشكل يعني كبير، واضح أنه عنده حتى مشاكل في هذا الجانب. أندية أيضا ما شفناها بشكل كبير، لكن في أندية صراحة تميزت أظهرتنا بشكل أكبر وطلعت حتى العالمية من خلال تقديم المحتوى. هاني صحيح؟ صحيح، أنا أتكلم لك عن تقديم المحتوى والعلاقات العامة الرقمية. صحيح، اليوم يمكن أنا شدني خلال فترة استعدادة الأندية، بأمانة شدني حساب نادي الفتح، يعني شيء يذكره، يعني يقدم لهم صحيح شكر على المجهود الكبير اللي بيقدمونه محمد الضيف. صح، بشكل مبسط، يعني بأمانة أبهرونا وقدموا أو رسموا صورة نمطية وذهنية عند كثير من الناس اللي تعاملوا معهم خلال معسكرات الإعداد. أضف إلى ذلك يمكن من خلال التعامل الجيد أثناء في الفترة الحالية أثناء تواجد اللاعبين في بيئة الأندية، وتقديم الثقافة بشكل بسيط وممتع، وهذا الأمر اللي نشاهده من خلال المحتوى. أنا عجبني حاجة في المقاطع اللي تم ذكرها أخويا هاني. وش هي؟ انه بونو يقول انا مشتاق للهلال. لا والله، جماهير الهلال ونادي الهلال هم اللي مشتاقين. الاشتياق من الاثنين، ها؟ لا هم مشتاقين اكثر. طيب يعطيك العافيه. طيب الحين خلينا احنا دائما في هذا البرنامج نحاول نغطي لكم بشكل واسع كل الامور وكل الالعاب وكل الرياضات وكل ما انت ترى فيه وجبه ان شاء الله تقدم في ظهريه جميله لك انت عزيز المشاهد. خلينا نروح الحين 60 ثانيه فقره جميلة نقدم فيها تنوع كامل للألعاب المختلفة وآخر الأخبار للألعاب المختلفة في 60 ثانية. Come over and foul Chet from behind, trying to bust up that alley-oop. Just too much elevation by the big man. نشوف هذه الألعاب المختلفة ونشوف حتى اهتمام المملكة العربية السعودية حاليا باستضافة كثير من الأحداث العالمية في الألعاب المختلفة. خلينا أيضا احنا دائما هنا ناخذ قلنا لكم محليا وخليجيا وعربيا وحتى عالميا، راح نغطي بشكل كبير أهم الأحداث. أمس كان لقاء رائع جدا، لقاء يعكس قوة الدوري الإنجليزي. أرسنال تعادل مع ليفربول بهدفين لكل منهما، بدأ الأرسنال بعدين تعادل
ليفربول بعدين أرسنال بعدين عادل النجم الكبير محمد صلاح. مباراة ممتعة صراحة. الدوري الإنجليزي في كل مرة يثبت أنه دوري مختلف صراحة. لا يزال يثبت أنه الأفضل حقيقة. يعني تتغير الأسماء، تتبدل الأسماء، تقوى دوريات أخرى، يظل الدوري الإنجليزي هو النموذج اللي حقيقة يمكن القياس عليه. مواجهة بالأمس حقيقة استوفت كافة مقومات الإثارة في كرة القدم، إما السيناريو إما الصخب المصاحب لها، أيضا تقلبات المواجهة. لا شك كانت مواجهة حقيقة وجبة ماتعة لكل عشاق كرة القدم. صلاح اللي كان في فترة ممكن يجينا، صلاح الآن مقدم مستوى حطم أرقام قياسية صراحة. وأعتقد يعني في القادم سيكون لاعب في الدوري السعودي. المعلومة هذه نعم صلاح يعني اوكي ان شاء الله خلاص معنا، بس قد لا يكون الصيف القادم ممكن اللي يعقبه، ولكن قطعا سيكون ان شاء الله من اللاعبين المتواجدين في الدوري السعودي، ولكن لا اعلم والله الى اي نادي، ولكن ما لدي من معلومه انه يعني متفقين مع نعم هذا الموضوع. طيب بالعكس صلاح اضافه عاطف، صلاح والارسنال. الارسنال حاليا يعني كثير من عشاق الارسنال كانوا يشوفون انه مثل العام الماضي ان يكون في تنافس كبير بينهم بين مانشستر سيتي، الارسنال تنازل عن الصداره او لليفربول ومانشستر سيتي. شوف كيف ما يميز الدوري هاني انه في اكثر من مواجهه مهمه. يعني مواجهات كثيره تشوف فيها التنافسيه والنديه، وهذا هذا وهذا الممتع في 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 الدوري الانجليزي، بعكس يمكن الدوريات الثانيه هي مباراه واحده تنتظرها وخلاص. يعني يمكن شفنا مباراه ريال مدريد وبرشلونه وقفل بعد كذا انتظر. لا والله والله في لا تصير عاد ظالم للدوري الاسباني، ترى في قوه ترى عاطف. لا بس انا اتكلم عن المباريات محط الاهتمام واللي بتدينا متعه كرويه فائقه. يعني عندك اشبيليا، عندك اتلتيكو في الدوري الاسباني، عندك فرق. بس مو مشكلتي مو مشكلتي انك انت ما تتابع برشلونه واتلتيكو مدريد، مو مشكلتي انك انت ما تتابع عاطف. لا انا ما اشوف انه في مباريات قويه ومحط اهتمام زي الدوري الانجليزي. صحيح انا اتفق معك صح. اي انا هذا اللي اقصد، يعني انه اليوم تتفرج على مباريات كثيره، ليفربول ارسنال سيتي، يعني في تنوع في المباريات بعكس الدوريات الاخرى. يمكن مباراه واحده مباراتين هي اللي بتتابعها وخلاص. طيب امس كان في تصريح لارتيتا مدرب الارسنال، هذا المدرب اللي يعتبر تلميذ لغوارديولا، هو صرح بعد المباراه في هذا التصريح اللي ذكر فيه عن ليفربول وجانب ارسنال. بالفعل اشعر بخيبه امل لاننا لم نتمكن من الفوز بالمباراه، ولأنني أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، ولأنه كان يتوجب علينا التصرف بشكل أفضل في فرصتين هدفي ليفربول. لم نفعل ذلك بكل وضوح. أنا فخور جدا بالفريق. مشعل تصريح أرتيتا في كل مرة يعني من المدربين اللي مو محظوظين صراحة. صحيح. في جانب هذا كان قريب العام الماضي، كنت أنا والله متعاطف كثير. صحيح. صراحة يعني أوكي مانشستر سيتي، لكن في الأخير إنه كان أرسنال قريب أيضا من التحقيق. هذه السنة أرسنال إلى الآن يعني ما بين صعود وما بين هبوط في المستوى بشكل حقيقة كبير. حقيقة كثير من الأشخاص متعاطفين مع أرسنال حتى إن لم يكونوا من أنت وين تشجع مشعل؟ والله متابع فقط، لكن نوعا ما من تشيلسي. واخترت نادي في أسوأ ظروفه، يعني مش فاضل ظروفه يعني ناخذ أزرق خارجي. لا شك إنه فعلا زي ما تفضلت مدرب ما هو محظوظ، لكن الزاوية اللي أبغى أروح لها زاوية إعلامية. يعني كثير أحيانا بعض الزملاء ينتقد أسئلة الإعلاميين في المؤتمرات الصحفية وما إلى ذلك. هذه هي الأسئلة وهذه هي هذا هو اللي يطرح. واحيانا في بعض المدربين الاجانب بكل اسف في فترات سابقه كانوا يتعاملون معنا بتعالي في الرد، واحيانا يعني يتهكم على اسئله الصحفيين. طبيعي الصحفي سيسالك عن المباراه وسيسالك عن الامور الفنيه، وبالتالي ليش تتحسس انت لازم تجاوب على اسئله الصحفيين. بالضبط. يعني انا اشوف انه يعني ما اشوف نماذج مدربين عالميين في مؤتمرات صحفيه خارجيه يتذمرون زي ما هو موجود من عندنا، رغم انك تقرا واقع الاسئله هي مماثله الاسئله اللي موجوده. ليش ما شاركت اللاعب الفلاني؟ كيف فرطته في الفوز؟ وبالتالي اجد انه اليوم يمكن مع زياده عدد اللاعبين الاجانب والزخم اللي موجود تغيرت فلسفه كثير من المدربين الاجانب الذين اتوا للملاعب السعوديه. طيب خلينا نروح للجانب الاخر وتصريح مدرب ليفربول ارني سلوت، هذا المدرب اللي غير شيء كبير بعد كلوب. يعني الكل كان يعتقد انه سينهار ليفربول، لكن ارني سلوت يعني قدم اداء جيد. خلينا نشوف ارني سلوت ماذا قال بعد لقاء ارسنال.
I know you guys like to talk about titles. أدرك أنكم في وسائل الإعلام تحبون الحديث عن المتنافسين على اللقب وموضعنا في الدوري، وأدرك أنه جزء من عملكم، لكن الأمر الذي أركز عليه أنا هو السؤال: ما إذا كان بمقدورنا الخروج بنتيجة في مباراة صعبة خارج ملعبنا كهذه؟ ولقد أسعدتني الطريقة التي فعلنا بها ذلك اليوم. عاطف، خليني أسألك، يعني صعب أنك تجي بعد مدرب حقق نجاحات كبيرة، حقق يعني أمور رائعة، حقق إرث صراحة في نادي ليفربول مثل يورغن كلوب، وتأتي وتحقق شيء جيد ويعني تنعش ليفربول بشكل كبير. هتكون محاسبة هاني على كل حاجة، يعني دائما الأنظار حواليك، وحيتابعون كل خطواتك، كل تحركاتك. لو غلطة فنية حيبدوا يجروا عمليات المقارنات بينك وبين المدرب السابق، وهذا أمر صعب ويحط المدرب تحت ضغط كبير. لكن اليوم بنشوف إنه المدرب يقدم عطاءات كبيرة مع ليفربول. يمكن ما كان هنالك التغيير، يمكن في البداية كان نوع من التراخي، لكن انطلق، وانطلاقته إلى حد كبير انطلاقة جيدة. بس لو تسمح لي هاني، انا بس كلمه قالها اخويا مشعل، يقول يلا انت اليوم انت ومشعل كلمه، تفضل. الموسم الجاي او اللي بعده يكون في الدوري السعودي. لا، انا اذا ما جاء الموسم الجاي ما عاد احتاج محمد صلاح يجي الدوري السعودي، لانه بامانه احنا نحتاج لحيويه الشباب كتطور لمنتج الدوري السعودي. هو يقول معلومه، مشعل لازلت تتاكد معلومه انه جاي في الفتره الشتويه تتكلم؟ لا مش الفتره الشتويه القادمه، لا الفتره الصيفيه بدايه الموسم. طيب مشعل الوعيل، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك. يعني شيء جميل أن يكون مشعل الوعيل معنا في هذه الطاولة. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ عاطف. عاطف الأحمدي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله كل التوفيق للوحدة والوحداويين، وأيضا لكل الأندية. لكن الوحدة عشانك أنت تحب الوحدة بشكل كبير، وعشان تجينا مرتاح وتجينا رايق. شكرا بالتواجد معك، وشكر موصول أخويا مشعل وجميع القائمين على البرنامج، وأتمنى أن قدمنا ما يليق بذائقة المتلقي. يعطيك العافية، شكرا لكم وصول. أنتم مشاهدين الكرام، أذكركم بسؤال الحلقة اللي ذكرناه عن مباراة الاتحاد والجندل. حتى الآن خليني أشوف لكم النتيجة قبل ما أقفل في التصويت. حتى الآن متقدم الاتحاد، كثير يتوقعون فوز الاتحاد. بنشوف إن شاء الله في مواجهة اليوم، وإحنا بإذن الله نلتقيكم بكرة الساعة 2 ظهرا في سبورت سنتر.